بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 64. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب مع أسئلتكم واستفساراتكم. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيك. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: من فاتته صلاة الليل ولم يستيقظ إلا من النهار، فهل يصليها جهرية أم سرية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. صليها جهرية استحبابا، صليها جهرية استحبابا ولو في النهار. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا صلى الإنسان ولكن في بعض الفروض يقصر ويتكاسل، فما هي الأعمال التي نعمل بها للحفاظ على الصلاة كاملة؟ عليه أن يحافظ على الصلاة في أوقاتها وفي كيفيتها وفي عدد ركعاتها وفي الطمأنينة فيها، لأنها هي رأس ماله من هذه الحياة، من هذه الحياة الدنيا. وأول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن قبلت قبل سائر عمله، وإن لم تقبل رد سائر عمله. فعلى المسلم أن يعتني بصلاته، وإذا كان مضيعا لها ثم تاب إلى الله توبة صحيحة عليه أن يحافظ عليها، وإن كان ما تركه عدد قليل من الصلوات وبإمكانه قضاؤها فإنه يقضيها. قال صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. نعم. يقول السائل: يا شيخ، أنا رجل أعمل في سيارة للنقل من المملكة وبين المدن والبلدان الأخرى، وعملي سفريات، كيف أصلي؟ هل أقصر؟ وفيما يخصني من جهة الصلوات، ما المشروع في حق؟ نعم، حافظ على الصلوات ولك القصر والجمع لأنك مسافر، بل أنت أولى بالرخصة من الذي يسافر مرة واحدة. أنت سفر كمتكرر، فأنت أحوج إلى الرخصة والقصر والجمع. الحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ يقول: هل تجوز الزكاة للأقارب المحتاجين؟ نعم، هم أولى بذلك، والصدقة على القريب المحتاج عن صدقتين: صدقة وصلة. إلا إذا كان والديك، الوالد لا تحل له زكاته، أما إذا كان القريب من غير والديك فهو أولى بها. نعم. يقول: كيف أتخلص من الوسواس وكثرة التفكير في الشرك؟ تخلص منه بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. إذا أحسست بالوسواس استعذ من الشيطان الرجيم، كما قال جل وعلا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، ويذهب عنك بإذن الله. نعم. يقول: ما المراد بالآية في بداية سورة الضحى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى؟ هذه أقسام أقسم الله بها سبحانه من آياته. الضحى يعني النهار، والليل إذا سجى، أقسم بالليل وأقسم بالنهار، لأنهما من أعظم آياته سبحانه وتعالى. ما ودعك ربك وما قلى، لأن تأخر الوحي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ففرح المشركون وقالوا: إن ربك قد قلاك وأبغضك. فالله جل وعلا نفى هذا: ما ودعك ربك، يعني ما تركك، في قراءة ما ودعك يعني ما تركك، وما قلى يعني وما أبغضك. ولكن سبب تأخر الوحي أنه كان في بيته جرو ما علم به، جرو كلب ما علم به، فأمر به فأخرج. نعم. يقول الشيخ السائل: إذا لم يدرك الشخص صلاة الجماعة فصلى منفردا المغرب، هل يجهر بالصلاة أم يصليها سرية؟ نعم، يجهر بالصلاة، صلاة الليل يجهر، السنة يجهر بها منفردا أو جماعة. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، من الأسئلة التي وردت يقول السائل: رجل صلى الفجر في جماعة ثم أتى رجل آخر عن الجماعة وطلب من الأول أن يصلي معه
معه كنافلة ويكسب الأجر أجر الجماعة. نعم لا بأس بذلك. دخل رجل بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا فيصلي معه. نعم. أحسن الله إليكم. السائل أبو محمد يقول بأني أسكن في الرياض وأذهب إلى القصيم أحيانا لزيارة أهلي، وأمكث يومين أو ثلاثة في غرفتي الخاصة هناك، فهل يحق لي القصر؟ لا، هذه بلدك فلا يحق لك القصر ولا الجمع، تصلي في المساجد مع المسلمين. نعم. يقول الشيخ: هل يجوز السعي يوم العيد وتأخير الطواف إلى ما بعد ذلك؟ لا يجوز تقديم السعي على الطواف، لأن السعي لا يكون إلا بعد الطواف. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل يا شيخ صالح عن صيام الست من شوال ويوم عرفة، يكون لها حكم صيام الفرض؟ ليس لها حكم صيام الفرض، صيام الست من شوال سنة وصيام يوم عرفة سنة، وليس لها حكم الفرض. إن شاء صام وله الأجر، وإن شاء أفطر ولا إثم عليه. نعم. هذا يسأل يا شيخ عن حكم الشرع في نظركم في بيع التصريف وبيع البضاعة المشتراة من الخارج قبل أن تصل إلى المحل. لا يجوز بيع السلعة قبل قبضها، إذا كانت قادمة فلا بد أن تصل ويقبضها ثم يبيعها إن شاء. بيع على التصريف لا يجوز، لأنه بيع معلق، والبيع لا بد يكون منجز. قوله يبيع على التصريف أو إن رضي فلان أو ما، هذا لا يجوز. نعم. جزاكم الله خيرا. للأخت عبد الله تقول: من جاءها الحيض وتوقف عنها واغتسلت ثم جاءتها الكدرة، إذا كانت عادتها قد كملت ورأت النقاء التام واغتسلت ثم جاءها شيء من الكدرة فلا تلتفت إليها. قالت أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. نعم. أحسن الله إليكم الشيخ. هذا يقول بأنه أشكل عليه حديث بأن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير سفر ولا مطر. هذا حديث مشكل ومجمل، يرجع فيه إلى السنة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه ما جمع إلا لمرض أو لسفر، فيحمل هذا على ما ثبت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه يكون الجمع إما للسفر وإما للمرض، وإن كنتم مرضى أو على سفر. نعم. يقول الشيخ: إذا كان الإمام يصلي الظهر وأتى بركعة خامسة، فهل يسجد للسهو قبل السلام أو بعد السلام؟ يجوز أنه يسجد قبل السلام وبعد السلام، لكن الأفضل إذا كان السجود عن زيادة، سجود السهو عن زيادة، فالأفضل أن يكون بعد السلام، وإن كان سجود السهو عن نقص في الصلاة فإن الأفضل أن يكون قبل السلام. نعم. يقول هذا السائل: لي فترة الحقيقة وخصوصا في صلاة العيد لم أصليها مع المسلمين، فهل صلاة العيد فرض عين أم فرض كفاية، وهل تقضى؟ فرض كفاية إذا قام بها المسلمون تكفي إن شاء الله ولا تقضى. نعم. ما حكم الائتمام بالمسبوق يا شيخ؟ لا يكون المسبوق إماما، لأنه مأموم، لأن المسبوق كان مأموما فلا يتحول إلى إمام. نعم. وما حكم السترة في الصلاة وما مقدارها؟ السترة في الصلاة شيء مرتفع قدر مؤخرة الرحل، حكمها أنها سنة، أنها سنة، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها، ولكنها ليست بواجبة. نعم. لأنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصلوات وليس أمامه سترة. نعم. يا شيخ يقول: ورد حديث وأظنه قدسي: الكبرياء وردائي والعظمة إزاري، هل هذا من أحاديث الصفات وما معناه؟ نعم، هذا من أحاديث الصفات، ومعناه كما جاء في الحديث أنها مختصة، أن العظمة والكبرياء مختصان بالله سبحانه وتعالى. نعم. ما حكم التكبير في الميكروفونات أيام العيد؟ لا، هذا لا أصل له، لا يكبر في الميكروفونات، إنما كل يكبر لنفسه، كل مسلم يكبر لنفسه، ولا يكون التكبير جماعيا لا بالميكروفون ولا بغير الميكروفون، لا يكون جماعيا، وإنما كل مسلم يكبر لنفسه. نعم. يقول: عندنا فضيلة الشيخ معلومة بأن الأضحية للميت فقط ولا تجوز للحي. من قال هذا؟ الأضحية بل العكس، لأنها عن الحي أولى، وهي تجوز عن الميت أيضا لأنها صدقة. نعم. يقول: ما مدى صحة مقولة بأن رسولنا صلى الله عليه وسلم محمد صلوات الله وسلامه عليه أفضل الخلق مطلقا؟ نعم، هو أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، أن قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد
سيد ولد آدم ولا فخر. نعم. صحة التوبة يا شيخ وقبولها من مريض لا يرجى شفاؤه، ما دام الإنسان عنده عقله يتصور ما يقول فإنها تصح منه التوبة وتصح منه الأقوال. نعم. فضيلة الشيخ، هذا يسأل عن الضابط في رفع اليدين في الدعاء وخصوصا بعد الصلوات وفي النوافل. هذا النافلة لا بأس برفع اليدين بعد الصلاة، أما بعد الفريضة لا، هذا لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ هذا السائل، أسأل عن الضابط في استخدام الجلود مأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم. إذا دبغت الجلود وهي مما يؤكل لحمه لكنه ميت، يعني مات ولم يذكى، وهو مما يؤكل لحمه لو ذكي، فهذا يدبغ، يصح استعماله بعد الدبغ. نعم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول بالنسبة لطالب العلم، بأي شيء يبدأ؟ هل يبدأ بالكتب وبالمتون الفقهية أم يقتصر بداية على الكتب المختصرة؟ إن كان يدرس دراسة نظامية فإنه يدرس المقررات للمدارس، وإن كانت دراسته على المشايخ فالمشايخ يوجهونه إلى الكتاب الذي سيشرحونه له. نعم. حكم يا شيخ مجالسة المدخنين، وما حكم التدخين؟ لأن بعضهم يقول بأن هذا مكروه فقط. دخان حرام لما فيه من الأضرار العظيمة والآثار السيئة، فهو حرام، ولا يقول أنه مكروه فقط إلا إنسان إما جاهل وإما صاحب هوى، مع أضراره الواضح على المدخن وعلى الأذى الذي يحصل على الناس من المدخن ورائحة الدخان. ففيه أمور كل أمر منها يقتضي تحريمه، أمور سيئة كل واحد يقتضي تحريمه، فلا يقول هذا أنه مكروه إلا إما جاهل وإما صاحب هوى. نعم. يقول السائل يا شيخ، هل ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث يدل على الاتكاء على العصا؟ عند الحاجة لا بأس بذلك، هذا من الحاجة. نعم. يقول هل صحيح بأن المقام المحمود الذي وعد الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم هو مكان العرش كما ورد في بعض الآثار؟ نعم، ورد في تفسير المقام المحمود أن الله يجلسه معه على العرش عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول شخص رضع من زوجة أخيه، فهل يصبح محرما لزوجات أخيه الأخريات؟ نعم، لأن أخاه صار أبا له من الرضاع، وهؤلاء زوجات أبيه من الرضاع. نعم. هذا يسأل يا شيخ عن حكم التداوي بالمحرم. لا يجوز التداوي بالمحرم، قال صلى الله عليه وسلم تداووا ولا تداووا بحرام. نعم. فضيلة الشيخ، ما أفضل كتب العقيدة التي يعني يستأنس بها المسلم ويستفيد منها؟ كل كتب أهل السنة والجماعة العقيدة كلها جيدة وطيبة، لكن منها ما هو مختصر ومنها ما هو مطول، وكل ما تقدم الكتاب في الزمان فهو أفضل من المتأخر لقربه من السلف الصالح. نعم. يقول السائل يا شيخ، هل يجوز نقل الوقف على المسجد مثل الدولاب إذا ضاق المسجد؟ يعني قصده يوخر عن المصلين. نعم يا شيخ. يوخر في غرفة أو في مكان مستودع للمسجد، إذا احتاج إليه يخرجونه. نعم. يقول شخص عنده بدعة يا شيخ، ما ضابط التعامل مع صاحب البدعة وهل يجوز أن أصلي خلفه؟ صاحب البدعة يجب مناصحته، يجب مناصحته، لأن البدعة كل بدعة ضلالة، فيناصح وينصح في ترك البدعة والعمل بالسنة، فإن قبل وإلا فإنه لا يصاحب لئلا يؤثر على صاحبه. نعم. فضيلة الشيخ، الحقيقة يقول السائل، بين زوجتي ووالدتي خلاف، وأنا إنسان ملتزم ومقيم لفرائضي، فكيف التوفيق بين الزوجة وأم الزوج في وجود مثل هذه المشاكل الكبيرة؟ لعلكم تنصحون وتوجهون في ذلك. والله هذا راجع إليك أنت، أدرى بعلاج ما بين زوجتك وأمك، عالج ذلك بما تستطيع من الحلول، والله يعينك، إذا صلحت نيتك فإن الله يعينك ويوفقك. نعم. الشيخ، السيئات في مكة هل تتضاعف وكيفية ذلك؟ الحسنة تضاعف، أما السيئة فإنها تغلظ ولا
تضاعف، تغلظ ولا تضاعف بأعداد مثل الحسنة. نعم. يقول: كيف أجمع شيخ صالح بين النهي، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الشؤم، وبين قوله الشؤم في ثلاثة؟ نعم، لا تعارض بينهما، إن الله يخلق بعض الأعيان التي فيها شؤم، يخلق الخير والشر سبحانه وتعالى. التشاؤم لا يجوز، إن الإنسان يتشاؤم لكن يتفاءل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفعل. نعم. يقول: بالنسبة للشيخ صالح للعدل بين الزوجات في الهدايا في أوقات محددة. العدل بين الزوجات في المسكن وفي المبيت وفي النفقة وفي الكسوة، يساوي بينهن، كل واحدة يعطيها ما تحتاج إليه. نعم. يقول: شخص دائما وهو صديق لي يطلب مني الدعاء في خلال سفري، فما حكم طلب الدعاء من الرجل الذي ترجى منه إجابة الدعوة؟ طيب، هذا شيء طيب، وقد طلب النبي صلى الله عليه وسلم من عمر لما أراد عمر السفر للعمرة، أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء له. نعم. يا شيخ، يقول: بالنسبة للجمع بين ما ورد في عدد التكبير على الجنازة من كونه أربع أو غير ذلك؟ لا، ما هنا غير ذلك، أربع، هذا المتفق عليه وهذا المستعمل وهذا هو السنة، ولا يزاد على أربع. نعم. من أسئلتي يقول: هل تقاس أحوال الآخرة بأحوال الدنيا؟ لا تقاس الآخرة على الدنيا، الدنيا ثانية والآخرة باقية، وفي الآخرة أمور لا نعلمها، لا نعرف كيفيتها، وإنما نثبتها كما جاءت. نعم. لأنها من علم الغيب، ما يكون في الآخرة فهو من علم الغيب. نعم. يا شيخ، بالنسبة للناموس وصعقه والذباب الكهربائي، إذا لم يندفع إلا بذلك فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ، هذا يسأل عن المسابقات الشرعية، لا سيما عند بعض الطلاب، ووضع جوائز، وفي وقتنا الحاضر كثرة المسابقات في المحلات التجارية، فلعل لكم توجيه. مسابقات التجارية فيها نظر ولا أدري عنها، لكن المسابقات في أمور الخير وفي حفظ القرآن ومسائل العلم، هذا شيء جيد، لأنه يحفز على طلب العلم وعلى العمل الصالح. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، ما الأمور الصالحة التي تساعد المرء على الالتزام بدينه حتى وفاته؟ هذا توفيق الله سبحانه وتعالى، على العبد أن يسأل الله التوفيق والثبات، وعليه أن يحرص على فعل الخير، ويجالس الصالحين ويلازم الصالحين، ويوفقه الله سبحانه وتعالى. نعم. من الأسئلة التي نختم بها هذه الحلقة، سؤال أبو عبد الله، له أكثر من سؤال، يقول: من هم يأجوج ومأجوج ووقت الخروج لهم؟ هم من بني آدم، خلق من بني آدم، هم من كل حدب ينسلون، وخروجهم في آخر الزمان عند قيام الساعة. نعم. أخيرا يقول: هل يؤخذ بفعل الصحابي على أنه دليل يستدل به؟ يؤخذ بفعل الصحابي من باب القدوة والاستئناس. نعم. أخيرا يقول: الجهل والنسيان، هل يسقطان الإثم أم يسقطان الإثم والفدية؟ ما يسقطان الواجب، الواجب مثل لو نسي صلي ما تسقط عنه الصلاة، لكن يسقط الإثم. نعم. شكر الله لكم الشيخ صالح، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الأمة الإسلامية. أجاب عن أسئلتكم استفساراتكم في هذا اللقاء فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. سجل هذا اللقاء الزميل المهندس عبد الله المواش، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.